100 تكاليف احتفالات المولد النبوي اليوم بصنعاء، وكيف أصبحت الطقوس الدينية حراوة ثقيلة بيد ميليشيا الحوثي لجباية الأموال ونهب الناس وتجييشهم واستغلال حاجتهم وإجبارهم على الحشد تحت لافتات طائفية. أهلا بكم. لافتة خضراء تضيج بها الشوارع والمؤسسات، وأموال يدفعها اليمنيون لعبث الميليشيا التي لا تنفك عن توظيف الشعائر والمناسبات الدينية في خدمة مشروعها وتعزيز الانقسام الطائفي في المجتمع. المولد النبوي، الغدير، يوم القدس وغيرها بإجمالي 8 مناسبات رسمية، إلى جانب مناسبات أسبوعية تحت مسميات مختلفة، جميعها مواسم للجبايات والتعبئة على الكراهية والعنف. صنعاء الجمهورية تعيش اليوم تحت ولاية الخرافة، فكيف تقاطعت أحلام اليمنيين الحالمين بالجمهورية والديمقراطية بنهج الولاية واحتكار النبوة طيلة أربع سنوات؟ رغم انشغال الميليشيا بالقتال على أكثر من جبهة، فإنها لم تتوانى لحظة عن فرض وصايتها على المجتمع اليمني وإرغامه على الخضوع لإملاءاتها وقوانينها التي لا تمت إلى القانون بصلة. الجبايات تحت مسميات عدة، صورة من صور الاستعباد والإفقار تحمل أكثر من بعد سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي. تحاول من خلالها الميليشيا تثبيت سلطتها وترويض المجتمع على القبول بكل خرافاتها وسلوكها القمعي المفرط. فعاليات وألوان خضراء بأبعاد سياسية لوثت الحياة العامة وأفكار الناس من قبل جماعة حولت الفعالية من شأن ديني إلى فرض قهري لترغم الناس بقوة الدولة المنهوبة للانصياع لمشروعها وسلطتها. يتعرض أصحاب المحلات التجارية الرافضون لدفع الإتاوات إلى صنوف كثيرة من التهديد والأذى، قد تنتهي بإلقائهم في السجن وإغلاق محلاتهم التجارية. تقول المصادر إن الميليشيا قامت بحصر المحال التجارية والمصانع والمؤسسات والممتلكات الاستثمارية كالعقارات والمواشي من أجل الجبايات التي تفرض عليهم وما أكثرها. وعليه فقد ارتفع عدد المناسبات التي باتت مناسبات للاحتيال ونهب المزيد من الأموال إلى قرابة 8 مناسبات خلال السنة. 8 فعاليات تقريبا تنفذها ميليشيات الحوثي تقدر ميزانية النهب لغرض الإنفاق عليها قرابة 100 مليون دولار لكل مناسبة. يقول المحتجون إن هذه المبالغ تكفي لدفع رواتب الموظفين الواقعين تحت سلطة الميليشيا، سيما وأن الحوثيين يعمدون لابتزاز الجميع تحت الشعارات الدينية التي أصبحت سياطا لجلد وقهر مخالفيهم. ويقول مراقبون إن تناقض المجتمع الدولي في حديثه عن الحريات والدفاع عن الأقليات دفعه للسكوت عن ممارسة جماعة تفرض على الآخرين فعالياتها بقوة السلاح وترغمهم على الحضور والاحتفاء. فقد أجبرت الميليشيا المدارس والمؤسسات الرسمية المسيطرة عليها وعقال الحارات للخروج والحشد لإحياء احتفالات المولد النبوي وإغراق صنعاء وغيرها بلافتات تعزز الطائفية وتنفر اليمنيين من مناسباتهم الدينية. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب والباحث دكتور عادل دشيلة، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عادل. إذن اليوم الحوثيون يقيمون احتفالات في صنعاء، احتفالات ضخمة بما يسمون المولد النبوي، كيف تتابع ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا جماعة الحوثي للأسف الشديد ما هي إلا امتداد تاريخي للسلالة الهاشمية الهادوية الزيدية، وبالتالي ما تقوم بهذا هو نوع من يعني من جمع الإتاوات. هي تستغل العواطف وتستغل يعني أبناء يعني هذا الظرف العصيب الذي يمر به أبناء شعبنا. اليوم جماعة الحوثي تنفق يعني الملايين الريالات، إن لم نكن نقول يعني عشرات الملايين الريالات لإقامة مهرجان داخل العاصمة اليمنية صنعاء.
أولا جماعة الحوثي تهدف من هذا اللقاء لجمع أكبر حشد من أبناء القبائل والمغرر بهم على أن يقفوا إلى جانب جماعة الحوثي. ثانيا أن تقوم بإرسال رسائل للمجتمع الدولي وأيضا للدول الإقليم لتقول أنا مسنود بإرادة شعبية. ثالثا لكي تقوم يعني بغرس او يعني بتجديد فكرها الطائفي القائم على الحق الالهي في الحكم، ولكي تقوم يعني على يعني توجيه خطاب طائفي خبيث لابناء الشعب اليمني لتقول نحن كنا ضحيه يعني ولا يمكن لنا ان ننتصر الا اذا كنتم يعني خلفنا انتم ودعمتم يعني ودعمتونا في هذا الظرف العصيب لاننا ابناء رسول الله واحفاد رسول الله. يعني هناك اهداف اولا اهداف ماليه، لان جماعه الحوثي من خلال هذه المهرجانات تقوم يعني بجمع اكبر قدر من الاتاوات، تقوم ايضا باستغلال التجار والابرياء حتى انهم يعني يقومون بوضع صناديق في المحلات التجاريه على اساس انهم يقوموا مهرجان يعني لرد باسم او احياء المولد النبوي. يا اخي الكريم، نحن الان نعيش اكبر ماساه انسانيه في القرن 21. شعبنا اليمني 80% من ابناء الشعب اليمني يعني يتضور من الجوع ويريد ان يحصل على لقمه العيش، وهؤلاء يرفعون لنا يعني شعارات رنانة ويأتون لنا يعني بهذه الخرافات والخزعبلات وكأننا طائفة هندية في جنوب الهند على غرار غانش، يعني الإله غانش. لسنا بحاجة إلى هذه الخرق، لسنا بحاجة إلى هذه الألوان. كفوا عنا شركم، كفوا عنا يعني أنتم الآن تقتلون الأبرياء باسم مظلومية آل البيت وما شابه ذلك. إذن هو ابتزاز، وأيضا هو أيضا يعتبر هذا نوع من أنواع يعني الضحك على أبناء الشعب اليمني في هذا الظرف العصيب للأسف الشديد. نعم، يعني إلى ما قبل أن يقوم الحوثيون بانقلابهم كان الناس يحتفلوا بهذا المولد بإحياء موالد في بعض الجوامع وذكر وانتهى الموضوع يعني إلى هنا. الآن كل هذه مظاهر البذخ التي ظهرت وأيضا الإتاوات التي يتم أخذها من الناس باسم الاحتفاء بالمولد النبوي، وأنت أشرت إلى أن الناس الآن يموتون من الجوع فعلا، يعني إلى ماذا يهدف الحوثيون من كل هذا الزخم الذي يحاولون الظهور به؟ طبعا الحوثيون هم الآن لو لم يكن هناك يعني ضغوطات يعني ضد الحكومة اليمنية ما تواجد الحوثيون داخل العاصمة اليمنية صنعاء. الحوثيون الآن هم يعيشون يعني في مراحلهم الأخيرة، لأن هذه السلالة، دعني أركز لك يعني على موضوع تاريخي مثلا. هذه السلالة هي كانت تظهر، أريد أن أركز على هذه الفكرة، يعني هناك من يريد أن يشوه حقائق التاريخ ويقول بأن الحركة الحوثية أو أن آل البيت حكمونا الألف عام. لا، لم يحكمونا الألف عام. أولا هذه الحركة هي كانت تظهر تارة ثم تختفي تارة مرة أخرى وتظهر من جديد. إذن الجماعة الحوثية الآن من خلال هذه المهرجانات بين قوسين تريد أن توجه كما أشرت لك إشارة المجتمع الدولي على أننا جاهزون للسلام ونحن نمثل شعبنا اليمني وهم وبالتالي على التحالف العربي أن يقبل بنا في الأول والأخير. دعيك عن يعني الأهداف الطائفية والأهداف أيضا المالية والأهداف الأخرى. إذن جماعة الحوثية الآن تحشد الناس بالقوة. هم الآن يحتشدون داخل العاصمة اليمنية صنعاء. أنا أؤكد لك أن 90% من هؤلاء مقلوب على أمرهم داخل العاصمة. هؤلاء جاءوا بقوة السلاح، بقوة الحديد والنار. هؤلاء جاءوا، هناك تهديدات تصدر من جماعة الحوثي لأبناء القبائل والرجال وأيضا للتجار وما شابه ذلك. إذا لم تحضروا فسيكون مصيرك السجن. هؤلاء لم يأتوا إلا قصبا عن يعني قصبا، لم يأتوا برضا أنفسهم. هم يريدوا أن يكون يعني كما قلت لك يعني تحشيد أو حشد الشارع اليمني على أساس مظلومية الحسين، وأيضا يريدوا نشر فكرهم الخبيث في أوساط القبائل واستغلال عواطف الشعب اليمني خاصة في المسائل الدينية. يعني نحن نعلم مدى التزام المجتمع اليمني بروابط دينية، فهم حين يستخدمون اسم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ألا يعد ذلك نوع من الابتزاز العاطفي أيضا تجاه هذه المناسبات؟ طبعا بطبيعة الحال المجتمع اليمني عاطفي كان يتعاطف مع هؤلاء باسم مظلومية الحسين. هؤلاء استغلونا. طبعا المذهب الزيدي هذا هو ليس مذهب، هي نظرية سياسية أتى بها الإمام الهادي في 245 إلى صعدة وأسس المذهب الزيدي. ما يسمى بالمذهب الزيدي ليس مذهبا زيديا، وكان ينشر مغالطات تاريخية يقول على أن الزيود هم شيعة السنة. لا، ليسوا شيعة السنة، هؤلاء فكر طائفي جارودي ينتمي إلى الفكر الاثنى عشري الإيراني. لا يؤمنون إلا بحقهم الإلهي في الحكم ويستغلون
يستقلون عواطف الناس، لأنك عندما تقول أنت مولد نبوي أبناء الشعب اليمني يحترم دينه وشعب يعني محافظ، شعب تقليدي يعتز بقيمه ومبادئه وما شابه ذلك، وبالتالي هم يعني يرقصون على عواطف الأبرياء من أجل ابتزاز أكبر قدر من السكان ويصطفوا خلفهم على أساس أنهم مظلومين. هل هؤلاء يعني مظلومون؟ الحركة الحوثية الآن مظلومة؟ هل من يقوم يعني بتشريد ملايين الناس ويقوم بقتل الناس ويقوم بسجن الأبرياء، هل هذه مظلومية؟ هل هذا هو هذا يعني الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نحن كلنا يعني العالم الإسلامي كله يحتفل بالرسول صلى الله عليه وسلم، في أقصى الأرض وغربها يحتفلون، لكن ليس مثل ما يحتفل الحوثي. الحوثي يعني احتفاله مختلف تماما، ابتزاز سياسي أخلاقي فكري أيديولوجي وما شابه ذلك. إذن الحركة الحوثية لا يمكن لها أن تقوم، يعني مثلا قبل عام 2000 مثلا و12 لم يكن هناك من هذه الاحتفالات، كنا نحتفل بمولد النبوي في جوامع محددة وبسيطة ونقوم بإحياء تلك الذكرى بطرق يعني بطريقة مؤدبة ومحترمة. أما الآن تحشيد وتجيش ونحن في مرحلة يعني حرب ومرحلة يعني في مرحلة ضعف وفي مرحلة تقهقر، وهذه كلهم يريدوا أن يقضوا على قيمنا وعلى تاريخنا وعلى، كان لدينا حضارة تمتد الآلاف السنين 7000 سنة، لدينا الحضارة الحميرية والسبائية وحضارة معين، هؤلاء كلهم أتوا ضد هذه الحضارة، أتوا يريدوا أن يطمسوا كل ثقافتنا وموروثنا الشعبي وأن يعني أن يجسدوا فقط ألا نكون إلا أتباع للحسين وآل حسين وحسيناه ورسول الله، وهم بعيدين عن قيم الإسلام، بعيدين مثل ما يعني بني إسرائيل بعيدين عن الدين الإسلامي. إذن كل فترة طبعا يخرج لنا الحوثيون بمناسبة جديدة وبشعارات جديدة وبخسائر أيضا جديدة، ويلزمون التجار وأصحاب المحلات بدفع جبايات لهذا الموضوع. ربما آخرها طلعت على روشتة لأحد المرضى أو فاتورة علاج أو فحوصات وكتب عليها تم خصم نسبة للاحتفال بالمولد النبوي، يعني حتى المرضى لم يسلموا من دفع جباية ما. ولكن يعني ربما الناس في ظل الجوع الذي يعيشون في ظل انقطاع المرتبات حين يرون هذا البذخ، هل يعني وأسمع كثيرا من الناس يعني يقولون لو كانت صرفت هذه الخسائر التي تمت لأجل الناس لأجل معونة الناس ربما لا أحب الناس الرسول أكثر من كل هذا البذخ، هل تعتقد أن الناس لن تنطلي عليهم هذه المغالطات التي يقومون بها؟ طبعا الفاهمين لا تنطوي عليهم هذه المغالطات، ولكن نحن في وسط مجتمع قبلي، مجتمع تقليدي، ونحن نعرف تاريخ الطبقات الهاشمية كيف حاولت وكانت تحاول جاهدة أن يكون أبناء القبائل في هذه المناطق الشمالية أن يكونوا بعيدين كل البعد عن التعليم. وبالتالي أول ما جاءت جماعة الحوثي أتت أولا بتغيير المناهج، بدأت بتغيير المناهج وبدأت بإحياء الفكر الطائفي بين أبناء القبائل. وبالتالي أنا أعتقد أن الشعب اليمني نعم سئم من ممارسة هذه الجماعة وأنه يفهم تصرفاتها، لكن أبناء القبائل وأيضا الأبرياء أعتقد أنهم لم يفهموا حتى اللحظة أهداف هذه الحركة مما جعلها تستمر في غيها وفي جرائمها ضد أبناء الشعب اليمني. نعم، إذن اسمح لنا دكتور عادل أن ينضم معنا أيضا الكاتب والباحث أيمن نبيل من ألمانيا. مساء الخير أستاذ أيمن. مساء النور أستاذ أسي، أهلا بك. أهلا بك أستاذ أيمن. يعني الحوثيون يحتفلون بما يعرف بالمولد النبوي بمظاهر مبالغ بها وببذخ ربما يعني مأساوي تجاه معاناة اليمنيين، ما دلالة هذه الاحتفالات برأيك؟ لهم أغراض عديدة طبعا من هذه الاحتفالات، هذه بالنسبة لهم احتفالات مهمة. أولا ثم جانب لصوصي ومالي في الموضوع، أنهم يستغلون هذه الفرصة حتى يجبوا أموالا أكثر من التجار ومن المواطنين. طبعا هم يفعلوا هذا طوال العام، ولكن في هذه المناسبات يتم تركيز أكثر ويعني أخذ ضرائب من الناس أكثر ويقومون بعمل لجان خاصة بهذا الموضوع، ويصبح أيضا هذه مناسبة حتى يعني المشرفين والمتحوثين الذين لديهم يعني معهم تبقي لهم هذا كزي الجهة التي تسمح لهم بعد ذلك بأن يعني يأخذوا أموال، تبقي مناسبة للجباية يعني وللصرف عليهم ومرضاتهم يعني. هذا أولا. ثانيا أمر آخر هو التعبئة الطائفية، هذه المناسبات كل المناسبات يعني الطائفية الدينية بصورة عامة حتى المناسبات الوطنية يعني هي مناسبات للتعبئة عندما تكون في حالة حرب أو توتر يعني معين، توتر سياسي معين، والحوثيون يستخدمون هذا للتعبئة الطائفية. الأمر الثالث أن هذه أنهم يحرصون على أن تكون هذه المناسبات ضخمة، ليس هذه المسألة لا تخص الداخل، يعني المسألة لا تخص اليمنيين ولا إقناعهم بشيء، هذه مسألة للخارج، لأن الحوثيين يدركون أن إظهار
إظهارهم بأن ثمة منطقة فيها طائفة واحدة كمكون وهم يمثلون هذا المكون فقط، ولا يوجد مكونات أخرى ولا يوجد ناس آخرين، لا يوجد مجتمع، يعني يوجد طائفة فقط. هذا مناسب للتصور الأمريكي والغربي عموما بخصوص المنطقة العربية والعالم الثالث أحيانا، وبالتالي هم يعني يسهلون مهمة أي طرف غربي آخر يقدم حلولا معينة على أساس بناء معازل طائفية. هذه الاحتفالات تقول يعني أنه نحن الآن لدينا قاعدة شعبية معينة على أساس طائفي فتعاملوا معنا على هذا الأساس. هذا يسهل المهمة كثيرا لمن يطرحون حلول على أساس طائفية وينظرون إلينا كقطعان وليس كمجتمعات. هذا يعني أمور. الأمر الأخير طبعا التعبئة هذه مهمة، بعد ذلك المراهقين والأطفال، يعني لأنه بعد ذلك تمزجهم في الحروب، هذه التعبئة الطائفية والاحتفالات تلعب دورا كبيرا في إقناعهم بذلك. نعم أستاذ أيمن. نعم أكملت الإجابة على السؤال. نعم لم أستمع للجملة الأخيرة، ولكن أستاذ أيمن يعني أيضا حين كل يومين ربما يخرج الحوثي بمناسبة دينية مختلفة، ربما يعني 8 مناسبات رسمية تقريبا لديه خلال العام الواحد، برأيك ما مدى مخاطر هذه التعبئة على المستوى الفكري والثقافي للناس؟ ربما أنت أشرت إلى يعني الشباب وصغار السن الذي ربما قد يتأثروا بمثل هذه الاحتفالات، ولكن أيضا استخدام الرموز الدينية لدى شعب يمني يعني يهتم بالدين إلى حد كبير، هل يؤثر ذلك فكريا وثقافيا؟ طبعا هو في النهاية له تأثير، يعني هذا أمر مؤثر، ابتزاز الناس أو يعني شحذ الناس بشكل طائفي وعنصري وعرقي، يعني أسوأ النزعات العنصرية يمكن أن تحشد الناس لأجلها إذا كان لديك إمكانيات ولديك قوة وسلطة، بالإمكان فعل ذلك. ولكن باعتقادي أن الأثر الأكبر هو موجود على المراهقين والأطفال. في نهاية المطاف هؤلاء كبار السن، بالتأكيد طبعا يؤثر فيهم هذا، ولكن ليس بنفس الدرجة التي عليها التأثير على صغار السن والمراهقين، لأنه في مشكلة لدى الحركة الحوثية ولكل الميليشيات الطائفية والعنصرية الموجودة في العالم العربي، أنها تنظيمات أولا عنصرية، ولكنها فوق ذلك تنظيمات فاشلة، بمعنى أنها لا تقوم بحل بعض المشكلات الاجتماعية. أبسط المشكلات الاجتماعية هذه الحركات والميليشيات لا تستطيع حلها، بالتالي لا تستطيع إقناع الناس بصدق ما تقوله من شعارات ومن تعبئة. المسألة بالنسبة لها هي مجرد تعبئة وشعارات فقط، ليست مدعومة هذه الممارسات التعبوية بإنجازات معينة، يعني مشكلة الرواتب، مشكلة التعليم، المدرسين، المدارس، الصحة، حتى نظافة الشوارع. وبالتالي فمن فعلا يعني ممكن يتأذى فعلا ويتأثر حقيقة هم الأطفال، يعني والذين يذهب بهم بعد ذلك إلى الجبهات وإلى يعني إلى جحيم الحروب. نعم. ولكن في نهاية المطاف هذه آثار ستبقى، يعني في يوم ما عندما يعني إن شاء الله تبنى بلدنا من جديد على أساس مواطني وديمقراطي حقيقي، سنجد مشاكل لأن هذه الممارسات تترك أثرا بعد ذلك في وعينا. نعم. إذن في مواجهة هذا الفكر المناقض ربما مع الفكر الجمهوري أستاذ أيمن، ما هي الوسائل المتاحة لمقاومته يعني في ظل هذه الظروف على الأقل؟ طبعا في ظل هذه الظروف المقاومة يعني الفردية الاجتماعية صعبة، يعني شروطها غير موجودة. في نهاية المطاف أفكار عنصرية تحملها ميليشيا تسيطر على دولة لا تقارع إلا بدولة وبمجتمع مدني. طبعا في المنطقة الشمالية الآن، المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، تم أسكتوا كل شيء، لا صحف، لا منظمات، لا جمعيات، لا شيء تقريبا. حتى الجامعات قريبا الآن الناس يهربوا من الجامعات، يتسربوا من المدارس أو لا يستطيعون الذهاب إليها، بالتالي أنت لديك مجتمع تقريبا منهار. المقاومة الآن في الموجود، يعني الناس يحاولوا أن يكتبوا، مثلا المثقفون دائما يؤكدون، يعني من المفترض أو من الأفضل أن يؤكد المثقفون دائما على المواطنة والديمقراطية وكذا، ولا يستسلموا أبدا لحالة اليأس أو لو لهذا الفكر يعني أو الشعور في نهاية المطاف أن كل شيء انتهى وأن هذه الحركة قد كسبت الناس وانتهى الأمر، أو محاولة حتى اتباع بعض المقولات العنصرية المضادة. هذا في الحقيقة نجاح للحركة الحوثية وليس مضادا لها، يعني إذا قام مثقفون أو ناس باتباع أو بتبني نزعات عنصرية مضادة للنزعة الحوثية.
ولكن الأثر الأكبر سيكون بعد ذلك عندما تبنى الدولة أو عندما تقوم الأحزاب والحكومة الحالية بمهامها المفروض أن تقوم بها، يعني المهام الموكلة إليها. غير كذا كل الجهود طبعا مشكورة، ولكن صعب أنك تؤثر الآن في وضع مثل هذا. صعب يحتاج الأمر إلى إمكانيات كبيرة. نعم، إذا في ظل يعني ربما تتحدث لوجود يعني ربما جهة مناقضة أيضا تتحدث بعنصرية، ولكن أيضا هناك من يتحدث بسخرية عن احتفالات الحوثيين، وربما سخرية مؤذية حتى على مستوى الشعائر الدينية. وصل الناس ربما إلى مرحلة من كراهية كل ما يمت بصلة لجماعة أو لميليشيا الحوثي. باعتقادك يعني ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي، هل نستطيع أن نقول أنه متنفس للضغوط التي تمارس على من يعيشون تحت سلطة ميليشيا الحوثي؟ هي متنفس بالتأكيد، ولكن ليس كل المتنفسات أمرا جيدا. يعني بالعكس، المتنفسات عادة تكون تعبير عن شيء سلبي، عن عجز أصلا. يعني الناس بعد ذلك تخرج في وسائل التواصل الاجتماعي وتقول لأنها لا تستطيع أن تفعل أي شيء عمليا على الواقع ضد هذا الواقع المفروغ من الحوثيين. وبالتالي الناس بعد ذلك تنطلق وتقول ما تشاء. في نهاية المطاف هذه وسائل التواصل الاجتماعي ليست مكانا يحكم بقوانين أو لديه لوائح، هذا مكان الناس تتكلم فيه براحتها، يعني تقول اللي تشتي. طبعا ثمة أحيانا الناس يعني مستفزون ويطلقون أحيانا أشياء عنصرية أو حتى أشياء تضر بالشعائر الدينية أو تجرح يعني معتقدات أو الآخرين. ولكن على الآخرين أيضا أن يتفهموا هذا. يعني علينا الآن أن لا نقوم ونقول والله هؤلاء الآن جالسين يرتكبوا جريمة. لا لا، الناس هؤلاء الآن متعبين، يعانون كل صنف الظلم والاضطهاد والانسحاق فعليا. وبالتالي يقولوا اللي يقوله، ما حد المفروض يزعل من كلام. في نهاية المطاف هذا كلام، يعني حتى إذا قام يسخر مثلا من شعائر دينية أو كذا، هذا في النهاية يتكلم لا يقول شيء. يعني محاولة قمع الآخرين هكذا فقط لأنه قال كلاما استفزني أو جرح حتى يعني معتقدات دينية، هذا لا يعني أن أقوم بعد ذلك وأطالب أن يسكت أو كذا. لا، أنا أناقشه، أرد عليه، أفعل أي شيء يعني، ولكن لا أحول المسألة إلى جريمة كبرى. في نهاية المطاف ثمة واقع لا إنساني يعيشه الناس الآن. ولكن أنا أفضل طبعا، وهذا أمر يعني الواحد يطالب فيه المجموعة من الناس ولكن ليس كل الناس، أن يكونوا عقلانيين وأن يفرقوا. في نهاية المطاف هذا الحوثي هذا جماعة ميليشياوية طائفية تمثل مصالح طبقة معينة داخل المجتمع، ليس لها علاقة فعلية بالدين كما أي كل ميليشيا وحزب ديني آخر في العالم. يعني حتى لو موجودين أحزاب دينية في مناطق عربية أخرى أو كذا، هؤلاء يمثلوا دين، هؤلاء يمثلوا مصالح طبقة معينة تقوم بعد ذلك باستخدام الدين، كما هناك أحزاب أخرى أو سلطات أخرى في العالم العربي ديكتاتورية وقمعية تتدثر بالوطنية لكي تمثل مصالح طبقة معينة في المجتمع. يعني المسألة ما لهاش علاقة فعلا بالدين، ولكن في نهاية المطاف نحن نأمل دائما الناس يكونوا عقلانيين، خصوصا الناس اللي هم الآن يعدوا نجوم يعني وسائل التواصل الاجتماعي، يكونوا أكثر عقلانية ويدركوا مسؤوليتهم تجاه الناس، وألا ينجرفوا هكذا بسهولة نحو الكلام يعني المرسل الذي لا يعني تحسب عواقبه. إذا شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث أيمن نبيل، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. عودة إليك دكتور عادل. دكتور عادل، ربما أشار الأستاذ أيمن إلى موضوع التأثير الفكري والثقافي لهذه الجماعة خاصة على صغار السن، ونحن نعلم أن الحوثيون يستخدمون المدارس والجامعات في هذه المناسبات ويرغمون الطلاب على ارتداء ألوان معينة وعلى ترديد شعارات معينة. ما خطورة ذلك على مستقبل أو على ثقافة هذا المستقبل الناشئ تحت سلطة الحوثيين؟ طبعا جماعة الحوثي قتلتنا ثلاث مرات، قتلت شعبنا ثلاث مرات. مرة الأولى عندما قامت بانقلاب مسلح وقتل وحتى اللحظة تقتل أبناء الناس، يعني تحت مسميات المقاومة ومقاومة العدوان. الشيء الثاني بالجرع، جاءوا من أجل الجرعة وثم جرعونا 20 جرعة. الشيء الثالث وهناك يعني وهو الأخطر كما ذكرتي أنت، وسأجيبك في يعني في سطور. طبعا الفكر الطائفي، الآن جماعة الحوثي لا يمكن لها أن تتغلغل في أي مجتمع، لأن هذه جماعة ميليشاوية تسعى يعني أن تكون يعني تحصر الحكم وتحصر يعني كل شيء في سلالة معينة وهو السلالة الهاشمية. فعندما يرفعون شعار لبيك يا رسول الله، معناته لبيك يا عبد الملك الحوثي وليس لبيك يا رسول الله، أي أنكم للشعب اليمني أنكم لا يمكن أن تحبوا رسول الله إلا إذا أحبيتم عبد الملك الحوثي. لدينا الآن لدينا يعني جرائم في بطون الكتب، الآن لدينا جرائم في بطون الملازم الحوثية التي تدرس في المدارس والجامعات.
هذا الفكر يعني الآن سيقسم المجتمع اليمني وسينشر الحقد والعنصرية والكراهية والمذهبية والطائفية في المستقبل. سيكون لدينا جيل مشبع يعني بثقافة الحقد, بثقافة الكراهية في المستقبل القريب, مما يعني أن سنكون أمام يعني كوارث طائفية أو كوارث فكرية في المستقبل. وبالتالي جماعة الحوثي لا يمكن لها أن تستمر إلا إذا كان هناك مجتمع يعني جاهل. ولو لاحظت يعني في يعني التاريخ جيدا أن الطبقة الهاشمية كانت تسعى جاهدة إلى تجهيل المجتمع اليمني في المناطق الشمالية, وتسعى جاهدة إلى استخدام هؤلاء مجرد عكفة, مجرد حراس أمام بيوتهم كي يسهل لهم يعني إقناعهم على أن هؤلاء أولياء الله يعني وأحباء. وللأسف الشديد حتى من أبناء الطبقة الهاشمية من خرجوا في الغرب وفي الجامعات, ولكن سرعان ما ينتكسوا إلى فكرهم الطائفي الحاقد ويقول أننا نحن أهل يعني الأساس. حتى نشروا لنا مصطلح الآن في أمريكا, قال وزير الدفاع الأمريكي هناك السكان الأصليين. يا أخي ما لدينا سكان أصليين, في إشارة إلى السلالة الهاشمية الحوثية. حتى الحوثيين الآن لدينا يعني الاتفاقية التي صدرت في عام 2012 ووافق عليها الزيود, حتى كان هناك يعني من يقول أن الحوثي هو يعني هو طبخة علي عبد الله صالح. لا, ليس طبخت علي عبد الله صالح, الحوثي هو امتداد للجماعة السلالية, رأت أن الشعب اليمني استلب منها الحكم في 1962, وهي من ذلك الحين حتى قامت بانقلابها في مساء 21 سبتمبر أيلول 2014. أي أن هذه الحركة هي ليست من صنع علي عبد الله صالح وليست من صنع المؤتمر الشعبي العام, وإنما هي حركة سلالية متجذرة في المجتمع اليمني منذ قرون, وتسعى يعني تسعى إلى أن يكون لديها الآن هي ما يهمهاش جنوب اليمن, ما يهمهاش شرق اليمن, ما يهمهاش حتى المناطق الوسطى, يهمها أن تتمركز في المحافظة الشمالية التي تعتبر المعقل التاريخي لها, ويهمها أن تنشر فكرها الأيديولوجي في وسط هذا المجتمع الصغير. وبالتالي نحن نتخوف من المستقبل. الآن لدينا شباب, مرة كنت يعني مع أحد أقاربي يقول لي أنت من عباد البقر, أنت تدرس في الهند من عباد البقر يا شباب يا ولد, قال أنت لابد أن نصفيك تصفية يعني كاملة, أنت الآن تواجه ولي الله, تواجه هذا من أمرنا الله سبحانه وتعالى بتوليه. يعني الآن من هذا الفكر كيف سنتعامل معه في المستقبل؟ وبالتالي الحل الوحيد والأوحد سرعة الحسم العسكري وطمس كل ما بناها الحوثي في الجامعات والمدارس في أقرب وقت ممكن. نعم, إذا يعني هذه كما تحدث الأستاذ أيمن أيضا يعني مسألة ضخامة الاحتفالات, هم فقط لا يعنوا بها من في الداخل, وإنما هي رسالة توجه للخارج بهذه الأعداد المهولة التي تتبعهم. هل تتفق مع هذا الأمر؟ لا أتفق مع ذلك. أولا مثلا كان في النظام السابق كان يحشد الملايين داخل في صنعاء, وأي نظام شمولي, أي نظام شمولي أو حركة ميليشياوية هي لا تحتشد إلا خلف الجماهير. مثلا لو جينا إلى تجربة حزب الله في جنوب لبنان, يحتشد خلف الجماهير وبالحسين وعاشوراء وكربلاء وما شابه ذلك. فهو من خلال هذا يعني الاحتشاد أكيد أنه يريد أن يوجه رسائل سياسية للمجتمع الدولي, لكن أنا أعتقد أن الناس يفهم, لكن المجتمع الدولي هو راضي لما يحدث الآن في صنعاء. المجتمع الدولي هو يريد مثل هذه العصابات لكي تهدد أمن واستقرار المنطقة. المجتمع الدولي سرعان يعني عندما كان مثلا التحالف العربي والحكومة الشرعية كانوا على يعني أبواب ميناء الحديدة, المجتمع الدولي تدخل وقال لا, لابد من إيقاف الحرب. إذن هذه الجماعات هي في الأول والأخير هي تنفذ أجندة خاصة يعني طبقة هاشمية ولا يهمها مستقبل الشعب اليمني. وثانيا إذا جاء يعني الآن عندما يقولوا سنوقف الصواريخ على السعودية ويضربوا داخل الحديدة ويضربوا داخل مناطق يعني في مأرب ويضربوا, طيب يا أخي ما هو الأولى بك أنت يعني توقف ضرب أبناء شعبك يعني أبناء الشعب اليمني, أوقف صواريخ على أبناء الشعب. إذن لا يمكن لجماعة الحوثي أن تنجح إلا في حالة واحدة, إذا المجتمع الإقليمي قبل بهذه الجماعة أن تحكم, وبالتالي المستقبل سيكون مشؤوم ليس على المنطقة اليمن فحسب ولكن على الجميع. نعم, في نقطة يعني ربما ذكرها أحدهم أن يعني طالما الحوثيون قادرون على تغطية صنعاء بكل هذا اللون الأخضر, شعارات وقصاصات وما إلى ذلك والتي تكلف ملايين بطبيعة الحال, أين هي رواتب الناس التي في كل مرة يوضحون أنهم عاجزون عن دفعها؟ يعني كيف تفسر هذه المفارقة, بذخ من جهة ويعني أكل حقوق الناس من جهة أخرى؟ طبعا أنا كما قلت لك هذه الجماعة أولا وأخيرا الهدف من هذا الحشد هو جمع الأموال لصالح الطبقة السلالية, عبد الملك الحوثي ومحمد الحوثي وأتباعهم من بيت العماد. هل سيصدقهم الناس؟ يعني أنت لا تعطيني راتب وأراك تنفق هذه الأموال ببذخ غير عادي وتتوقع مني أن أؤمن بما تقول به من خرافات؟ بالقوة,
قالوا مرة كانوا في اجتماع في الغرفة التجارية، قال لهم المشاط، قال لهم عليكم أن تدفعوا النص. قال أحد التجار لم أفهم ماذا يقصد بالنص، هل يقصد يعني رأس المال بالنص في رأس مالي، أم يقصد يعني بالضرائب، أم يقصد بهذا عليك أن تدفع كذا أو سنقوم بإغلاق محلك أو نهب. وقد حصل نهب بعض المحلات التجارية وأيضا نهب محلات الصرافة، وبالتالي هؤلاء يدفعون رغم عنهم يعني بقوة الحيد والنار. أما بالنسبة لجماعة الحوثي لو كان يهمها يعني يأتي لي بنصف راتب ويكون راتبي سنتين ويرفع لي شعار لبيك يا رسول الله بملايين الدولارات والريالات ويقول لك لبيك يا رسول الله، أو رحماء فيما بينهم، أو يعني يا أخي الرسول ليس بحاجة إلى هذه الشعارات، هذا ضحك على الذقون، هذا ضحك على الأبرياء، هذا ابتزاز يعني غير أخلاقي يعني غير أخلاقي. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الصحفي فهد سلطان عبر الهاتف. أيضا مساء الخير أستاذ فهد. مساء النور والعافية. أهلا بك أستاذ آسيا وكل المشاهدين الكرام. اهلا بك استاذ فهد. استاذ فهد، ما رايك بما يقوم به الحوثيون من تحشيد، لا ادري هناك صوت بجانبك استاذ فهد. نعم. ما رايك بما يقوم به الحوثيون من تحشيد للمولد النبوي واستغلال المناسبات الدينيه لاغراضهم السياسيه؟ نعم، هذا صحيح، ليس جديدا للحوثيين في هذه القضيه، في مساله استغلال للمناسبات الدينية. هذه المناسبات ليس الغرض منها رفع شعارات دينية بقدر ما هو لها جوانب أخرى مثل جانب الجبايات وجمع الأموال وابتزاز الناس وابتزاز المواطنين وابتزاز التجار. على مدى السنوات الفترة الماضية يعني حتى الناس أو اليمنيين متعودين على طريقة في مسألة الاحتفال سواء بالاحتفالات الوطنية أو بالاحتفالات الدينية. جماعة الحوثي جاءت بطريقة أخرى مختلفة تزوج بينها رفع هذه الشعارات وبين جلب الأموال. تحولت مثل هذه الشعارات ومثل هذه المناسبات إلى تجارة مربحة ورابحة بشكل كبير. يعني عدد من الأشخاص الذين كانوا من ضمن الناس العاديين تحولوا اليوم إلى مشرفين، تحولوا إلى جبايات، وتحولوا إلى أرستقراطيين خلال فترة وجيزة. فهذه من ناحية ثانية أنها يعني الجماعة الحوثي جعلت من هذه الشعارات ومن هذه المناسبات عامل آخر لفرض سيطرتها على المجتمع ولخلق نوع من التمييز داخل المجتمع، فإما أن تكون معنا وإما أن تكون ضدنا. الذي لا يعني هي تستطيع الآن أن تمارس القمع وتمارس الإرهاب وتمارس الإذلال للآخرين تحت مثل هذه الشعارات الدينية والتي تستهوي العامة أو على الأقل تبرر أفعالها ضد خصومها أمام العامة. فعندما يأتي إلى شخص مثلا يطلب منه أن يدفع مبلغ معين لدعم المولد النبوي وعندما يرفض تمارس هذه الجماعة يعني كل أبشع صور الانتحاك ضده، فلا يستطيع أن يعترض لأنه هنا الآن يعني تصور الجماعة أنه يرفض الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يرفض يعني المشاركة في هذا الاحتفال. فهي تستغل مثل هذه المناسبات الدينية للتميز داخل المجتمع لفرض أجندتها الدينية والطائفية داخل هذا المجتمع، وبنفس الوقت لجلب المال وابتزاز التجار وابتزاز المجتمع. نعم، إذا يعني كونك باحث في الفكر الإسلامي أستاذ فهد، يعني كيف يمكن مواجهة هذا الفكر الطائفي وكشفه أو كشف تزييفه للناس، يعني مع العلم أن الناس ضاقوا ذرعا بما يحدث، عدم تسليم رواتب واحتفالات باهظة الثمن وجبايات تؤخذ منهم لأجل هذه الاحتفالات، يعني مع العلم أيضا أنهم يتمترسون خلف قدسية اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا السؤال مهم في غاية الأهمية. نحن يعني هنالك خطأ وخلل كبير في مواجهة مثل هذه الشعارات. النصائح لا تفيد والتوجيهات لا تفيد، ومحاولة مثلا حتى يعني الإعلام هو يثقف مثل هذه المسألة ويعرضها ويحللها، لكنه لا يستطيع أن يغير ما لم تتغير طبيعة تركيبة المجتمع نفسه، يعني تركيبة ما يمارس على المجتمع نفسه. يعني اليوم
ما لم تعود الأوضاع إلى سابق عهدها أو ما لم يسحب منهم الجانب القوة وجانب السلاح سيستمر في ممارسة هذه الأعمال. يعني أنت لا تستطيع حتى في الإعلام، حتى لو وجهت الإعلام لا تستطيع أن تحد من هذه القضية، لكنك لا تستطيع السيطرة والقضاء عليها ما لم تقضي وتمسك بأسبابها. وهذه من النقاط التي لم نستوعبها مع الأسف حتى الآن. نقطة أخرى أن هنالك في جوانب مستفزة للحوثي تجعله متحفز دائما أمام نفسه وأمام أعضائه وأمام المجتمع الذي يمارس يرفع مثل هذه الشعارات، وهي الدعوات الأخرى التي يعني بنفس المستوى لكنها في الطرف الآخر، يعني التي مثلا تكفره أو التي تمارس عليه نوع من التكفير أو نوع من يعني الطرف الآخر يدفع الحوثي لاستغلال مثل هذه النظرات أو مثل هذه المواقف. ففي موضوع اليوم مثلا الاحتفال النبوي، هناك طرف يعني مثلا هنالك بعض من يشنع على مثل هذه بطريقة تدفع الحوثيين لاستغلال مثل هذه المواقف لصالحهم. أنا سأضرب مثال بسيطا، يعني أحدهم قبل فترة يمسك أحد الكتب مثلا ويضعها في أماكن قذرة بعقد أهل البيت. الحوثيين في إعلامهم استفادوا من هذه الطريقة يعني غير اللائقة جدا وغير اللائقة، واستفادوا لتبرير أفعالهم أمام الناس. فيما ذكرت أختي آسيا، هذه النقطة مهمة جدا. ما لم يتم نزع يعني أو الإمساك أو القضاء أو إبعاد الأسباب التي يمسك بها الحوثيون، فإننا سوف نمارس مثل يعني سوف ندعو ونطالب ونعمل ولا يغير من الواقع شيء. هذه هي القضية المهم، أن تزال ويعني أن العودة إلى الوضع الطبيعي. في نقطة مهمة وهي ستكون مرحلة لاحقة من خلال التعليم. جماعة الحوثيين إذا استطاعت، إذا عادت الأوضاع إلى سابق عهدها، عادت يعني الجامعات وعادت المدارس وعادت التعليم وعادت الثقافة وعادت الفكر وعادت العمل السياسي، ستحد مثل هذا الفكر. لكن جماعة الحوثي تستوعب هذا جيدا، ولذلك هي تحاول بكل ما أوتيت من قوة خلال هذه الفترة أن تقضي على كل هذه الأشياء التي تحد من فكرها، وأن تبقيها معزولة ومسيطر عليها من أجل أن تقدر مثل هذا الفكر المشوه. في نقطة هنا كذلك مهمة، يعتقد البعض أنه من خلال مثلا الإعلام أو من خلال الدعوات أو النصائح أو الهجوم أنه يمكن تغيير هذا الواقع. هذا واحدة من الأوهام الكبيرة، لا يمكن تغيير هذا الواقع. كيف يمكن تغييره بهذا الشكل أستاذ فهد؟ هنا في نقطة مهمة، أنت قد تستطيع تحصن المجتمع الذي تحت سيطرتك أنت، لكن المجتمع الذي تحت سيطرة الحوثي تختلف الأدوات. لا يعني لا الإعلام سيفيده، ولا لأنه ينبغي أن نكون واقعيين ونعرف الواقع الذي يمارس الحوثي تحت سيطرته. أنت الآن في أماكن الشرعية أو في الأماكن التي تخالف سيطرة الحوثي تستطيع أن تحصن الناس، تستطيع أن تمارس نوع من الثقافة والوعي والتفكير، لكن الحوثي في المناطق التي سيطر عليها لا يمكن إبعاد هذا إلا بإبعاد الأساليب والأسس التي ينطلق منها، قائمة على السلطة وقائمة كذلك على الإكراه وقائمة على الإكراه، أو كسر هذا الواقع الجديد الذي أتى به. نعم، إذا يعني هناك من يتساءل، يعني يستغل الحوثيون هذه المناسبة وغيرها من المناسبات الدينية لإثبات في كل مرة أنهم أحفاد النبي وهم أحق بالولاية، يظهر ذلك في خطاباتهم في احتفاءاتهم بالعبارات أيضا التي يتم الترويج لها. هناك من يتسأل كيف يتجرؤون على طرح مثل هذا الفكر في ظل نظام جمهوري وديمقراطي، يعني الناس ربما تجاوزت ثقافة الإمامة قبل 60 عاما. نعم أختي، هذا سؤال يعني في مهم أيضا. نحن مع الأسف الشديد نحن نحاكم الحوثيين إلى الوضع الطبيعي، نحن نحاكم الحوثيين إلى مشروع الجمهورية، نحن نحاكم الحوثيين إلى الأشخاص الأسوياء، وهذه واحدة من الأخطاء التي نقع فيها. نحاكم الوضع، نحاكم الظرف غير الطبيعي إلى طرق وأساليب الظرف الطبيعي. الحوثيين لا يرون يعني إذا كانوا يعتقدون بأن إذا كان مثلا الدكتور محمد عبد الملك التركي رحمه الله هو واحد من قامة يعني أساتذة أستاذ الإعلام في جامعة صنعاء، كان يعتقد أن سبتمبر هي كانت انقلاب على حكم طبيعي. إذا كانت الحوثية اليوم تنظر، يعني نظرة الحوثيين اليوم تنظر لسبتمبر غير ما ننظر لها اليوم، وتنظر إلى الجمهورية غير ما ننظر لها اليوم، وتنظر إلى التعليم غير ما ننظر له حتى نحن اليوم. فعندما نوصفهم ينبغي أن نوصفهم توصيفا دقيقا بحيث نستطيع أن نفهم هذه الجماعة. مع الأسف الشديد
جماعه الحوثيين، يعني جماعه الحوثيين او الاماميين اشتغلوا داخل المحاكم وكانوا قريبين من الناس وعرفوا مزاج الناس وعرفوا تفاصيلهم وقصص واشياء كثيره عنهم، ولذلك استطاعوا ان يتحكموا بهذا المجتمع وان يكونوا اقرب من الطرف الاخر للمجتمع، وهذا مع الاسف الثاني الطرف الاخر مفقود. نحن اليوم لم نستوعب كيف نتعامل مع الحوثيين، نحاكمهم اليوم على انهم اناس اسوياء، نحاكمهم على انهم جمهوريون، نحاكمهم على انهم ناس يحترمون الثقافه ويحترمون العلم ويحترمون الديمقراطيه، يعني هؤلاء شيء اخر ينبغي ان نوصف التوصيف الدقيق بحيث بعد ذلك نستطيع ان نفهمهم. يعني هذه واحده من الاشكاليات، يعني عندما نقول الان انهم يرفضون الجمهوريه ويرفضون، نعم هو تركيبته الفكريه والثقافيه تقوم على نقيض الجمهوريه، تقوم على نقيض التعليم، تقوم على يعني تقوم على استغلال المناسبات الدينيه استغلالا بشعا. نحن اليوم نستفز بهذه الطريقه، الجميع يستفز، يعني يعتقد انه لا يمكن لمسلم ان يقدم صوره النبي بهذه الطريقه التي فيها اسفاف شديد، بينما جماعه الحوثيين لها ثقافه وتاريخ ترى بان هذا هو اعلى مستوى الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا ينبغي ان نفهم، نحن الان ننظر لهذا الممارسه عند الحوثيين على انه اسفاف، بينما هو ينظر له على انه عمل كبير. يعني اذا استطعنا ان نفهم مثل هذه الاشياء سنفهم كيف يمكن التعامل مع هذه الجماعه. نعم، اذا شكرا جزيلا لك الباحث في الفكر الاسلامي فهد السلطان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ دكتور عادل. دكتور عادل، يعني ربما نتحدث عن هذه النقطة الأخيرة التي سألت فيها الأستاذ فهد، وهي مسألة استغلال الحوثيين لكل مناسبة دينية لإظهار أنهم أن الولاية لهم وأنهم أحق بالحكم، والتي تتقاطع موضوعيا مع الفكر الجمهوري، كيف يمكن أن تفسر هذا التناقض؟ طبعا هو الفكره متناقضه حتى مع بدا الاسلام الدين الاسلاميه الحنيف، وليس مع النظام الجمهوري او مع الديمقراطيات الحديثه، لان هذا الفكر انا كما اشرت لك في بدايه الحلقه هو ليس فكر وانما هو مذهب سياسي، مثل ما الطبقات الثيوكراسيه الذي في الغرب يعني ان هذا يحصر الدين في سلاله معينه، وقد يعني الحوثيه ويعني الحوثي وال حمزه والمتوكل وبيت مطهر والرسي، هؤلاء كلهم اقاموا دول على اسس مذهبيه وطائفيه ويحصروا الولايه في يعني طائفه محدده وفي اسره محدده، ويدعون زورن وبهتان على انهم من احفاد رسول الله وهم احفاد حمزه، يعني عبد الله بن حمزه واحفاد الرسي واحفاد، ليسوا احفاد رسول الله ولا حتى يعني يمت فكرهم الى الدين الاسلامي بصله، حتى المذهب الزيدي هناك من يروج، وانا حتى انا الان ما اقول مذهب زيدي هو ليس مذهب زيدي، حتى علماء الاسلام في الفكر الاسلامي يقولوا ان المذهب الزيدي ليس مذهبا ليس مذهب ولا ينتمي يعني حتى الى الدين، انما عندما خرج الامام زيد بن علي في 125 هجريه ضد الأمويين، ثم يعني فشل في مشروعه السياسي وقتل، وبالتالي بعد ذلك جاء الرسي في 285 245 وأسس المذهب ما يسمى بالهدوي أو بالزيدي، وسووا لهم وجعلوا فيه على أنه يعني الخروج عن الحاكم أو ما يسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي أنه من يعارض فكرة السلالة يتم قتله، وأيضا يتم أيضا سحقه باسم الدين على أنك أنت خارج عن الطاعة وخارج عن الدين وخارج عن كذا. لو ركزنا في دقيقة دكتور عادل، يعني ما هي أبرز الحلول التي يمكن أن تعالج أو تعالج هذه المسألة التي ربما تؤثر على فكريا على الناس، وخاصة كما تحدثنا على جيل النشأة؟ طبعا لا يوجد أي حل سوى الحسم العسكري في أقرب وقت ممكن، لأنه جماعة الحوثي كلما تأخر الحسم كلما استطاعت أن يعني تجذب إلى صفها أكبر قدر من الأطفال ومن الأبرياء ومن الناس الذين لا يفهمون شيء عن الدين ولا عن الواقع، وبالتالي جماعة الحوثي الآن تريد نشر فكرها الخبيث الطائفي القائم على السلالة العنصرية إلى أكبر قدر من السكان في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها، حتى يكون لها يعني حشد في المستقبل، بحيث لو هزمت عسكريا ترجع لنا من جديد، وبالتالي لا حل مع هذه الجماعة ومع فكرها إلا بتجريم الهاشمية السياسية وفكرها في دستور الجمهورية اليمنية، وأي فئة تحاول أن تستقل الدين باسم الله أو باسم الدين فلا بد من تأديبها بالنظام والقانون، ما لم فإنه حتى ولو هزمناها عسكريا يعني في الوقت الحالي ستجلس 20-30 سنة 50 سنة وتظهر لنا من جديد وهكذا، وبالتالي لا بد من تجريم هذا الفكر في المستقبل، وأيضا لا بد من سرعة الحسم العسكري في أقرب وقت ممكن، وبالتالي على الحوثيين أنا أود
أوجه رسالة على الحوثي أن يفهم جيدا أنه مثل ما هزم أجدادنا أجداده وهزموهم في الستينات في القرن الماضي، ومثل ما هزم الحمزة والمطهر والمتوكل والرسي وما شابه ذلك، ستهزم جماعة الحوثي وسيرجع الحق إلى أهله طال الزمن أو قصر. أنتم لا تمثلون الشعب اليمني، بل أنتم سلالة عنصرية فاشية، لا يعني مصيركم سيكون قريبا إلى زوال بإذن الواحد الأحد. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الدكتور عادل دشيل الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.